في رحلتنا دايما بنحاول ان احنا نكون عندنا لعب كتير جدا 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 تؤدي الى السعاده، زي ما احنا عاملين حسابنا ان يكون في لعب بتاعت كل الولاد والبنات اللي بيحبوها اليومين دول، قلنا برضو نعرفكم على اللعب اللي احنا واحنا صغيرين كنا بنحب نلعبها. بابا وماما دايما بيحبوا يبقوا بيقولوا للولاد بتوعهم كل الحاجات والخبرات الحلوه اللي هم عدوا بيها، حتى اللعب اللي هم كانوا بيلعبوها وهم صغيرين نحب جدا ان احنا نعرفكم عليها. هل عرفتوا ولادكم على اللعب اللي كنتوا بتلعبوها وانتوا صغيرين؟ بجد عارفين البلي؟ انا كنت عارفين البلي. بتلعبوها وانتوا كمان البلي؟ طب هل لعبتوا معاه قبل كده؟ لا لا. المنديل لعبتها مره. انت لعبتها مره؟ طب خليني اسال ماما وبابا الاول، فاكرين ذكرياتكم على المنديل؟ أيوة طبعا. طبعا اجري وزق اللي حوالينا. لا هنا مش هنزق اللي حوالينا، انت بس لازم تشد المنديل. خليني اشرح لكم اللعبه دي. حد بيقف في النص زي حالاتي كده ويمسك المنديل، واحنا ماشيين بالارقام، يعني 1 2 3 4، 1 2 3 4، يبقى رقمك ايه لميتا؟ 4. رقمك ايه عمر؟ 4. رقمك ايه كندا؟ 4. 3. ما هو ده بقى، لازم نصحصح ونفوق. ليه؟ لان انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا اقول رقم، واللي يسمع الرقم بتاعه من الفريق من الفريقين يجري بسرعه ويحاول يخطف المنديل مني ويرجع بسرعه على الفريق بتاعه، ونشوف هو كده هياخد البوينت ولا لا. هل انتوا جاهزين؟ جاهزين قوي قوي، يعني لو حد طلع مش في مكانه هيخسر بوينت. اوكي، الراوند من 10. ماشي، ريدي ستادي جو. 2. الله على الامهات. ماشي اوكي، حلو قوي حلو قوي، برافو. في سموات الام الام يا جماعه. 1-0. ماشي. 1. الله على الامهات. 2-0. الفريق ده جاهز جدا. طب نغير الايد، يمكن نقول 4. الله الله الله، عمر برافو، ده الايد فعلا متغيرت كسبه. ماشي كده 2-1. نقول 2. لا بقى لا بقى لا بقى لا بقى لا يا مامي، وين بقى مقطعه الدنيا مقطعه الدنيا. ماشي عشان بتلعب بلي. 3-1. نركز بقى، نقول 3. الله برافو، 4-2. اوكي نقول رقم 1. يلا نكمل. 5-2. نقول 4. يلا يا عمر، برافو لميتا. معلش قلت لك يا مرمر. كده انتوا كام؟ 6-2. نركز يا حبايبي ونقول رقم 3. 3 يلا يلا، حصل خير حصل خير. 3-6. 3 اخر واحده خالص، مع ان يعني 6-3 الموضوع ايه مقسوم، بس يلا نجرب ونقول 2. لا لا انت مصممه بقى. 7-3 طبعا بجداره. ونيلي هي بطله الفريق ده يا جماعه، واضح انها كانت مقطعه الدنيا في التسعينات بالعاب التسعينات. هنروح نشوف لعبه ثانيه وتحدي ثاني ونشوف اخبارهم ايه مع بعض. اللعبة بقى دلوقتي لعبة من زمن التسعينات، يعني اللعبة اللي كل اللي عدت على كل البيوت المصرية واحنا صغيرين، أنا وأنا صغيرة، بابا وماما وهم صغيرين أكيد لعبوا اللعبة اللي احنا نلعبها دلوقتي، منهم طبعًا لعبة شد الحبل الشهيرة. لعبتوها قبل كده؟ بجد؟ يعني مش تسعينات بس، لسه بتلعبوها أنتوا كمان؟ طب أنتوا عارفين الرولز بتاعتها صح؟ وعارفين هي بتتلعب إزاي كويس، أنا مش محتاجة أشرحها يعني. طيب جاهزين؟ جاهزين. وأقول استعدوا. ريدي ستادي جو. الله الله. يا حرام، خلاص بنعمل ايه الاسره دي؟ طبعا خلاص هيقع هيقع هيقع. ده واضح ان انتوا كنتوا بتلعبوا جامد وانتوا صغيرين. ماشي يلا بينا نروح على لعبه تانية وتحدي تاني.